العالم كله طبعا مستني مؤتمر المناخ اللي هيعقد ان شاء الله في مدينه شرم الشيخ في 6 نوفمبر. من يومين ثلاثه تم الاعلان عن تفاصيل النسخه ال 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده لتغيير المناخ، واللي بيعقد ايضا بمدينه شرم الشيخ خلال الفتره من 2 ل 4 نوفمبر القادم، واللي بيعتبر اهم حدث شبابي بيساهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لاعداد الشباب للمشاركه في مؤتمر المناخ اللي جاي. مؤتمر بيجمع الاف من صناع التغيير من اكثر من 140 دوله، ويعد اهم تجمع شبابي باعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمي بشكل مباشر في مفاوضات الامم المتحده للمناخ. خلونا نعرف دلوقتي أكتر عن كوي 17، مؤتمر الشباب واستعدادات الشباب للمؤتمر المناخ، من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو عبد الله عماد منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر الشباب المناخ، وحسام إمام منسق برامج مؤتمر الشباب المناخ. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم. مبدئيا يعني كوب 27 ده كونفرنس اوف بارتيز، يعني او الحكومات، وكوي كونفرنس اوف يوث او الشباب، فحابين نعرف ايه هو مؤتمر الشباب وليه تم الاعلان عنه دلوقتي. طيب جميل جدا. خلينا نبدا الاول ان السنه دي اللي بتمر علينا في مصر تعتبر سنه ذهبيه بالنسبه لتغير مناخ. احنا دلوقتي كل الناس بتتكلم عن الموضوع، الناس كلها بقى عندها فكره وعارفه ايه هو الكلايمت تشينج او ايه هو الكوب، لكن ما عندهمش بالظبط ايه تغير مناخ، لكن لسه ما حدش يعرف قوي ايه هو كوي 17. فخلينا ابدا لك البروسيس نفسها. احنا عندنا الكوب 27 ده ايفنت بيتعمل عن طريق اليون اف تريبل سي. احد اذرع اليون اف تريبل سي او الامم المتحده لتغير المناخ هو يونجو، وهي المنظمه الشبابيه الرسميه للامم المتحده لتغير المناخ. اليونجو هي بتحاول هي تدخل الشباب والاطفال الى العمليه بتاعه المفاوضات خلال الكوب وغيرها، تدمجهم في القضيه يعني. بالظبط، لان هم اكتر ناس هيتعرضوا للاثار للمستقبل، بالظبط لاثار تغير المناخ في المستقبل. فاكبر ايفنت اليونجو بتعمله هو كوي او كونفرنس اوف يوث، وده اختاروا الاسم حتى عشان خاطر كوب وكوي، فده يبقى نفس الكلام بالظبط. فاحنا بنعمل سيميليشن للكوي، يعني بنناقش نفس القضايا اللي بيناقشها كوب. فكوي 17 السنه دي زي ما حضرتك قلتي من يوم 2 ليوم 4 في شرم الشيخ، لان هو دايما بيكون في نفس المدينه اللي بتستضيف الكوب، وبيهتم باربع اهداف اساسيه. الهدف الاولاني هو اللي هو ريز اويرنس اند كاباسيتي بيلدينج، اللي انا بعرف الناس ايه هي المشكله، بس مش بس بقى المصريين، لا ده جلوبالي الناس كلها على مستوى العالم، بقول لهم ايه المشكله، بعرفهم اكتر عن الكوب ده هيناقش ايه، وازاي اللي احنا نعمل ندخل في حاجه زي كده، وازاي ناخد ارائهم دي ونحطها. فاول حاجه ريز اويرنس اند كاباسيتي بيلدينج. تاني حاجه هو نتوركينج، اللي احنا بنعرف الشباب بعضيهم. دلوقتي احنا ممكن يكون واحد جاي من البهامس وواحد تاني جاي من المكسيك، وبيبداوا هم يتقابلوا في مكان واحد والاثنين مهتمين بنفس القضيه. بالعكس كمان انت ممكن تلاقي واحد كمان جاي من دوله فعلا تاثرت بشكل كبير جدا بتغير المناخ، ممكن يكون فقد احد اقاربه، فقد اسرته، في ناس بقى فقدت موطنها بالكامل في جزر اختفت بسبب الموضوع دوت. فانت بتلاقي فعلا الناس هي اللي تاثرت بجد في تغير المناخ، فده بيبقى فرصه ان انت تتعرف على الموضوع دوت. كذلك النقطه الثالثه وهي كلتشر اكستشينج، فانت بتتعرف على ثقافات مختلفه جدا، ناس جايه من غابات الامازون باشكال غريبه، ناس جايه من الهنود الحمر مثلا، فبتلاقي ثقافات كبيره جدا من الشباب. هو رابع واهم نقطه وهي الجلوبال يوث ستيتمنت، ودي هي الورقه اللي احنا عشان خاطرها بنعمل المؤتمر ده، وهي اللي احنا بنحاول ان احنا نجمع كل الحاجات اللي حصلت خلال السنه ونحطها في ورقه واحده بتسلم لرئاسه الكوب 27 ولليو ان اف تريبل سي وكل الجهات الامم المتحده اللي هتكون موجوده في الكوب، ونقول لهم يا جماعه ده هو صوت الشباب اللي على المواضيع اللي انتوا هتناقشوها في الكوب. وبالتالي بياخدوا الورقه دي في خلال الكلوزنج سيرموني او الحفل الختامي، ويبداوا اللي هم يدخلوها للكوب وبتتحط في النسخه الجديده، في النسخه بتاعت كوب 27. يعني ده بتطرح في كوب 27 بالظبط. يعني احنا يوم 4 هيبقى عندنا الحفل الختامي، يوم 6 هنبدا اللي احنا الورقه دي هتبقى موجوده جوه وهتتحط على طاوله المفاوضات عشان خاطر كل حاجه هتم مناقشتها بالظبط بالحكومات، يبقوا عارفين ان الشباب ده هي وجهه نظرهم فيه. نعم. طيب انا هاخد من كلامك استاذ عبد الله واروح لاستاذ حسام. عاوز اعرف ايه الاهداف واهم الفعاليات اللي بيناقشها كوي 17؟ تمام. هو كوي 17 السنه دي بتنظمه خمس مؤسسات مصريه، اولهم يوثين جرين. يوثين جرين شغال على جزء الشراكات،
واللوجيستكس. معانا يوث لاف ايجيبت، دول شغالين على المتطوعين ومتطوعين من جميع انحاء العالم. وعندنا الإمام فاونديشن، دول شغالين على جزء الكوميونيكيشن والسوشيال ميديا وخلافه. وعندنا الجلوبال افيرز يونت، دي شغال عليها انفايرو اكس، ودول شغالين على الديليجيتس او المشاركين من والتمثيل الدولي من مختلف البلاد. واخرهم اكس سستينابل، ان احنا الفاوندرز بتوعها شغالين على البرامج. الفكره في البرامج ان احنا بقالنا اكتر من 4 سنين شغالين في المجال ده، وكنا بنسافر وبنحضر المؤتمرات دي، وتقابلنا في بولندا وتعرفنا على بعض في بولندا، وقلنا احنا عايزين ننقل التجربه اللي احنا شفناها بره دي تكون موجوده في مصر. وساعتها اسسنا لوكال كوي في مصر، يعني الحدث اللوكال من المؤتمر ده في مصر على مدار 4 سنين. فالبرنامج بتاع كوي نفسه هو متنوع جدا، في مواضيع مختلفه من اول يعني طبيعه الاحداث نفسها والمواضيع اللي بيناقشها. يعني عندنا فعاليات فنيه، عندنا احداث كبيره، عندنا اجتماعات، عندنا حتى في ماراثون عجل. فطرق كتير مختلفه علشان نقدر نوصل المعلومه للشباب، وعلشان نقدر ندمجهم في المؤتمر نفسه بشكل فعال. فده يعني طرق جذب مختلفه يعني بالزبط. للشباب، وبعد كده بتناقشوا القضيه بالظبط جدا. فده يعني ده بشكل اساسي شكل البرنامج بتاعنا هيكون عامل كده يعني. حاسين ان الشباب العربي يمكن عندهم وعي شويه بمشكله تغير المناخ؟ هو احنا الفتره اللي فاتت شويه يعني بدا يزيد الوعي ده بالاحداث، ان هي بدات الاحداث تكون موجوده في مصر، والسنه الجايه هتكون في الامارات. فالزخم ده بيخلي الشباب نفسها عندها وعي اكتر، وبتحتك بالعمليه دي، فبيكون عندها وعي اكتر بالموضوع. هو الموضوع عموما لسه جديد على المنطقه عندنا، ولكن يعني بدا الوعي ده يزيد فعلا بسبب الفعاليات اللي بقت موجوده عندنا يعني. نعم. وثيقه الشباب والمناخ واحدة من أهم المخرجات اللي ممكن تخرج من كوي 17. عاوز أعرف تفاصيل أكتر عنها، ونبين برضو للسادة المشاهدين أهمية هذه الوثيقة إيه في كوب 27. السنة دي احنا بس بنتكلم في الوثيقة، احنا بنتكلم في الشباب عامة، مدرك بشكل كبير جدا في العملية سواء كانت حتى في الكوب أو في الكوي. السنة دي احنا عندنا ممثل مبعوث يعني للشباب داخل الكوب 27 تيم، وكذلك عندنا يوم كامل للشباب خلال الكوب 27 تيم، هيبقى مسموح للشباب اللي هم يخشوا ويحصلوا على بادج لمده يوم واحد، بحيث ان هم يخشوا فعلا الكوب ويشوفوا الاكسبيرينس كلها. خلال اليوم ده هنعرض فيه الوثيقه. خلال اليوم ده هنقدر ان احنا نقعد مع الديسيشن ميكرز، ناس متخذي القرار اللي اوريدي هيتخذوا القرار في المخرج بتاع شرم الشيخ دوت، ونقول لهم يا جماعه دلوقتي فات من كوب 4 أيام 5 أيام، عاوزين نشوف ايه اللي حصل في دول، ونعمل حاجه اسمها ستيك هولد. احنا نشوف دلوقتي ايه اللي حصل خلال 4 أيام دول، عشان نقدر احنا نتابع الطلبات بتاعتنا والريكومنديشن اللي احنا قدمناها، مناقشه الطلبات داخل الجلسات، نتاكد فعلا اللي هي اتحطت في مكانها الصح. لان اللي بيكتب البوليسي بيبر دي مش بس مصريين او اجانب، حتى لا، شباب من كل انحاء العالم بالظبط. وكذلك ناس متخصصه في كتابه البوليسي، كتابه السياسات، لان احنا شباب، فاحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم زي ما بنتكلم مع بعض كده، فالموضوع بيبقى عادي، انت فاهمني وانا فاهمك، لكن لما تيجي تتكلم بقى الفورمال بقى بالظبط لازم انت تحولها بالشكل ده. فعشان كده في حاجه اسمها بوليسي وركينج جروب جوه المنظمه بتاعه اليونجو، تبدا اللي هي تاخد كل الانبوتس اللي جايه دي من كل لوكال كويز بقى، سواء كان لوكال كوي ايجيبت، سواء حتى الريجنال كويز اللي هو المؤتمرات اللي بتبقى على مستوى منطقه بالكامل، من كل دول العالم اللي حصل فيها الاكتيفيتيز دي، ونبدا اللي احنا نحطها جوه الوثيقه دي، ونبدا اللي احنا نسلمها. حلو. ايه بقى الانبوتس، او ايه ابرز المحاور اللي هيتم مناقشتها وطرح مباحثات عنها في هذه الوثيقه؟ تمام. هو من اهم حاجه، اول حاجه زي ما كان بيتكلم عبد الله، موضوع اللوكال كويز. الفكره ان كل بلد ليها خصوصيه بتاعتها، وكل بلد لوكال ايه بقى، محلي ايه، ايه هو يعني. دلوقتي احنا عندنا جلوبال كوي اللي هو هيكون في شرم الشيخ. تمام. فهيبقى في لوكال كوي في كل دوله حصل على مدار السنه اللي فاتت. دي زي النسخه اللي انتوا عملتوها هنا في مصر بالظبط كده. ففي كل دوله كان فيها لوكال كوي، او معظم الدول كان فيها لوكال كوي، نسخه من المؤتمر ده على المستوى المحلي. وكل دوله طلعت التوصيات بتاعتها. فورقه السياسات دي هي مش بتتجهز في مؤتمر 3 أيام، هي بتتجهز على مدار السنه كلها. فكل دوله قالت الشباب فيها قال رايهم. كل موضوع من الموضوعات الخاصه بالتغير المناخي
كان ليها مجموعه عمل وبيناقشوا الريكومنديشنز بتاعتهم دي. ممكن هنا انا اقطع واحب يعني يبقى عندي نوع من انواع الفضول. تمام. قلت كل دوله جمعت المخرجات بتاعتها في وثيقه ورقه وهي دي اللي سالته بسن. عاوزين بقى حصري ناخد شويه حاجه من يعني بنود كده من المخرجات اللي هيتم تقديمها في وثيقه الشباب. هو اهم طبعا النقط او النقط حتى الاساسيه اللي كل الناس بتتكلم عنها. احنا السنه دي عندنا الكوب فور امبلمنتيشن التطبيق. تمام. فمن اهم النقط اللي احنا بنتكلم عنها الحاجات الخاصه بالميه، الحاجات الخاصه بالطاقه، الحاجات الخاصه بالغذاء. فدي الحاجات الاساسيه جدا اللي بتهم كل الناس. يعني انا دلوقتي شاب المفروض ان انا رايح شغلي الصبح، فاهم حاجه بالنسبه لي يعني انا النهارده يعني هعرف اعيش ازاي، حياتي ماشيه ازاي، يعني ده اليوم الطبيعي بتاعي. فدي الحاجات اللي بتاثر على كل انسان على وجه الارض. فدي الحاجات الاساسيه اللي احنا السنه دي مركزين عليها. طيب يعني احنا ايام قليله جدا بتبعدنا عن مؤتمر المناخ ومؤتمر الشباب، وخلونا دلوقتي نروح نعرف من زميلنا في شرم الشيخ احمد الحسيني عشان نعرف منه اخر استعدادات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. اتفضل يا احمد. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير يا احمد. صباح الخير لضيوفكم الكرام، وصباح الخير للمشاهدي. صباح الخير يا مصر. بالفعل يا بسنت زي ما قلتي ايام قليله جدا، احنا بنتكلم النهارده في 9 ايام فقط على استقبال هذه القمه يوم الاحد بعد القادم الموافق 6 نوفمبر القادم باذن الله. هنا مدينه شرم الشيخ تجهزت تماما لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد الذي يعول عليه الكثير من دول العالم. العالم ينظر الى قمه المناخ هنا في شرم الشيخ وقمه المناخ كوب 27 بانها قمه التنفيذ، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقه للمناخ سواء في قمه باريس او في قمة جلاسكو الماضية التي تم فيها الكثير من التعهدات. نتحدث عن 20 دولة صناعية كبرى تسببت في هذه التغيرات المناخية وهذه الآثار السلبية. أيضا القارة الإفريقية تعول على مصر كثيرا باعتبارها صوت القارة الإفريقية، مصر أفريقيا. الكثير من دول قادة دول أفريقيا يعولون على مصر في الوفاء الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها ودفع تعويضات إلى هذه الدول الإفريقية الأكثر تضررا من هذه الآثار السلبية. وشاهدنا في الفترة الماضية ما حدث في بعض الدول الإفريقية من فيضانات وكل هذه جراء التغيرات والآثار السلبية. هنا في مدينة شرم الشيخ وإذا استطلعنا ما يحدث في اللحظات والساعات الأخيرة نجد أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوضى قام مساء أمس باستقبال مجموعة من الشباب قاموا بالتحرك بالدراجات من القاهرة لشرم الشيخ. هذه الرحلة التي قاموا بها بالدراجات الهوائية هي رحلة رمزية للتعبير عن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية، كل ذلك لرفع الوعي البيئة بقضايا المناخ. وهنا في مدينة شرم الشيخ تحدثت مع المواطنين حتى الأهالي والمواطنين البسطاء هنا في مدينة شرم الشيخ، الجميع لديه وعي بيئي بقضايا التغير المناخي، لديه وعي بأهمية هذه القمة، قمة كوب 27، وبالتالي حتى إذا دخلت إلى أي متجر لشراء بعض المستلزمات سوف تجدي أن لم يعد يتم استخدام الأكياس البلاستيكية، وهذه المبادرة التي كانت بدرت بها محافظة جنوب سيناء هنا بالتعاون مع وزارة البيئة ومجموعة من الشركاء الدوليين أيضا بسحب جميع الأكياس البلاستيكية، فبالتالي إذا دخلت إلى أي متجر سوف يقوم باستخدام الأقمشة الأكياس القماشية بدلا من الأكياس البلاستيكية. فبالتالي هنا في مدينة شرم الشيخ يوجد وعي بيئي كبير لدى العامة ولدى الأوساط جميعا في مدينة شرم الشيخ. من بين الأماكن أيضا التي استعدت لاستقبال هذا الحدث الدولي الفريد أيضا نتحدث عن متحف شرم الشيخ الذي جهز جناح مخصص لمؤتمر كوب 27، وايضا تم تعديل مواعيد متحف شرم الشيخ ليعمل من الساعه 9 صباحا وحتى 11 ليلا لاستقبال ضيوف القمه. وايضا هناك الكثير من الكنوز مصر القديمه وايضا كنوز توت عنخ امون التي يعرضها المتحف هنا لزوار القمه. اليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك يا احمد. يعني في الحقيقه استعدادات كبيره تقوم بيها مدينه السلام عشان تستقبل واحد من اهم المؤتمرات اللي العالم كله مستنيها دلوقتي، لان ده من اهم التوبكس او المواضيع اللي العالم كله مهتم بيها دلوقتي هم طبعا المناخ. يعني عاوز اسالكم لو رحتوا شرم الشيخ ولا لسه؟
هو احنا رحنا علشان تنظيم الكوي شفتوا الحاله اللي موجوده هناك والدنيا اتغيرت ازاي دي اهم حاجه. طيب خليني اسالكم كده سؤال يعني سريعا وسؤال مزدوج او مشترك كل واحد عاوز اجابه فيه. ايه الحلم اللي انتوا بتحلموا ان هو يخرج في توصيات الكوب 27 من خلال الكوي 17؟ تمام. يعني من اهم الحاجات اللي احنا السنه دي ركزنا عليها وحبينا انها تكون موجوده جزء الاستمراريه. يعني الشباب كل سنه بتعمل اليوث ستيتمنت او بتعمل التوصيات بتاعتهم ولكن ما بيبقاش في ربط قوي ما بين السنه دي والسنه اللي بعدها. فاحنا نفسنا السنه دي وعاملين بروسس يعني احنا عملنا مؤتمر في الامارات علشان ان احنا نعمل النقله دي. اولا النقله على المستوى الدولي ان التوصيات دي السنه الجايه تكون موجوده تمام وبنبني عليها ماشي، وعلى المستوى المحلي ان الحاجات المخرجات اللي طلعت من المؤتمر ده تتطبق على ارض الواقع والشباب المصري يستفيد بيها. وده شعار التنفيذ. بالظبط بالظبط. فده بالنسبه لي اهم حاجه. يعني احنا لو طلعنا من كوي ده بمبادرات تتنفذ على ارض الواقع للمحافظات للشباب في مصر كلها احنا كده استفدنا من وجود الكوب في مصر. طيب وايه اللي بعد بقى كوي 17؟ يعني لو قلنا ان في مبادرات انتوا عايزين تعملوها بعد كده، ايه تاني انتوا حابين تعملوه عشان تقدروا توصلوا للشباب؟ احنا خليني ارجع للنقطه دي الاول وبعدين هرد على سؤال حضرتك. سامع حاجه في دقيقتين عشان الموجز. حاضر في دقيقتين. تمام. كوب 27 من اسمه بقى له 27 سنه بيتعمل من 1995. فاللي احنا عاوزينه السنه دي حاجتين اساسيين. انا حاول انا اكون مش هتكلم تكنيكال مش هتكلم في تفاصيل، لكن في حاجه اسمها كلايمت جاستس العداله المناخيه. احنا عاوزين العداله المناخيه فعلا تتم تطبيقها، يعني الدول اللي هي فعلا تاثرت بالتغير المناخ نقدر احنا نوفر لهم الاحتياجات بتاعتهم، نقدر احنا نساعدهم اللي هم اصلا يبقوا الدول المتقدمه زي الدول اللي اوريدي شاركت اصلا اللي اوريدي تقدمت هي اوريدي السبب في القضايا بتاعت تغير المناخ. فاحنا عاوزين في حاجه اسمها كلايمت جاستس ده كده عنوان كبير. كذلك حاجه اسمها كلايمت فاينانس ان هو التمويل من اجل المناخ. عشان خاطر اي دوله تقدر اللي هي تبدا تتقدم هتصرف عشان خاطر هتبدا وهتلوث البيئه. صحيح. فعشان خاطر تبدا اللي هي تتقدم بدون ما تلوث البيئه لازم فاينانس لازم فلوس. فالجزئين دول اكتر نقطتين احنا كشباب بنحاول احنا نضغط على الحكومات فيهم خلال اليوث ستيتمنت بتاعتنا، وبنحاول احنا نوصلها للكوب 27. وان شاء الله السنه دي في المخرج بتاع شرم الشيخ هنحاول اللي هو يكون في فعلا الوعود اللي كانت موجوده قبل كده في باريس اجريمنت في 2015 تكون تحاول احنا نعمل لها امبلمنتيشن. يعني ان شاء الله يتحقق الحلم، الاحلام لا تسقط بالتقادم، طول ما عندكم اصرار وعزيمه هتوصلوا للي انتوا عاوزينه. الواحد فخور يعني اللي بيرسم ملامح المستقبل في تغيرات المناخ تحديدا وازاي اللي احنا نتكيف معاها يعني بترسم بسواعد مصريه شبابيه. فبنشكركم الحقيقه. احنا فخورين ان احنا عندنا شباب زيكم، ان شاء الله تقدروا ان انتوا توصلوا رسالتكم ونزود الوعي لدى الشباب المصريين باهميه ان احنا يبقى عندنا وعي كده بالحفاظ على المناخ للاجيال اللي جايه عشان يبقى في اجيال جايه تقدر تعيش على الكره الارضيه. كل الشكر ليكم عبد الله عماد منسق نقطه الاتصال الوطني لمؤتمر شباب المناخ، وحسام امام منسق برامج مؤتمر شباب المناخ. بنشكركم على وجودكم معنا. شكرا ليكم.